روايات تم تحويلها الأفلام الجزء الثالث. النهاردة هنناقش ونقارن ما بين الرواية المشهورة لعبة العروش للكاتب جورج آر آر مارتن والمسلسل التلفزيوني اللي تم تحويله منها. نقدر نقول ان في الرواية تم تقديم الشخصيات بشكل متعمق ومفصل، وده سمح لنا اننا نغوص في عقولهم ونفهم دوافعهم بشكل افضل. ونظرا للوقت والمساحة الغير محدودة في الرواية، فقدر الكاتب انه يطور بالشخصيات بشكل تدريجي ومعقد. اما المسلسل التلفزيوني فقدم تطور الشخصيات بشكل مختلف، واكيد ده كان بسبب قيود الزمن والميزانية، لانه تم تسريع بعض خطوط القصة والتطور الشخصي. ولكن بفضل التمثيل المتميز قدر المشاهدين انهم يشوفوا التحولات العاطفية والفيزيائية اللي مر بها المشاهدين. كمان تقنية السرد في الرواية والمسلسل مختلفين عن بعض، فالسرد في الرواية كان من وجهة النظر الداخلية، ففي كل فصل من الرواية كان بيتم السرد من وجهة نظر شخصية مختلفة، على عكس المسلسل واللي اتبع طريقة السرد الغائب، لأن المشاهدين كانوا قادرين انهم يشوفوا الأحداث من منظور خارجي. لكن نقدر نقول ان الرواية والمسلسل قدموا تجارب فريدة، فالرواية قدمت التفصيل والعمق اللي بيصعب تقديمه في المسلسل، والمسلسل قدم التجربة البصرية اللي عززت القصة بطريقة الرواية ما تقدرش تقدمها.